السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم وأرجو أن يكون الجميع بخير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله بدي أبدأ بشابتر 4 اللي هو بعنوان Power Series Solution. خلينا بس نتذكر احنا ايش اللي بنعرف نحله من الديفرنشال ايكويشنز. طبعا في الفيرست اوردر ديفرنشال ايكويشنز شفنا الحالات تبعتهم الهوموجينيوس والاكزاكت واللينير والبرنولي وهاي الاشياء. بالسكند اوردر والهاير اوردر انا بعرف احل وي كان سولف تو كاينز او اول شيء لا عفوا ثري كاينز خلينا نقول ريدكشن of order وهذول كان 3 types x missing y missing و y1 is known. إذا كنت بعرف أحد الحلول كيف أجيب الحل الثاني، فإذا هذا كان أنه بنزل درجة المعادلة بدل ما هي من 2 بخليها 1 وبحل. اثنين انا بعرف احل constant coefficients طبعا كلها linear انا بتكلم linear with constant coefficients طبعا سواء كانت من الدرجة الثانية او درجات اعلى. شفنا كيف نحلها، بنجيب auxiliary equation وبنحل و حل وحيد repeated مش عارف ايش من هالكلام. وبرضو بعرف احل اللي هم سميناهم كوشي اويلر، لو على حسب المشتقة، مشتقة الاولى مضروبة باكس، مشتقة الثانية مضروبة باكس تربيع، مشتقة ان مضروبة باكس قوة ان، برضو هذولا انا بعرف احلهن. لكن بعيدا عن هذه الأنواع للأسف الشديد حتى الآن إحنا ما بنعرف. يعني مثلا لو شفنا هذا المثال example y double prime minus x y prime plus y equal 0، لاحظوا هذه it is second order linear homogeneous CD ولا هي constant coefficients ولا هي كوشي أويلر. كوشي أويلر بده يكون في عندي x تربيع y double prime، لو طبعا مش موجودة أنا ممكن أضرب في x تربيع بس راح أضيع ال y prime، راح أضيع ال y. فإذا هاي لا هي من ال linear constant coefficients ولا هي من الكوشي أويلر. فالسؤال how to solve such an ODE، هذا اللي بودينا لموضوع الباور سيريز سوليوشن. لكن قبل ما ابدا انا راح احل لكم هذا السؤال اليوم، لكن خليني اقدم هذا التعريف definition a function px is called او is said to be analytic at x equal a if px has all derivatives at x equals a، بمعنى مشتقتها الأولى موجودة، الثانية، الثالثة، الرابعة، كل المشتقات قابلة للاشتقاق، جميع الاشتقاقات عند ال a. و in this case I can write bx باستخدام التايلر expansion. تتذكروا هذا اشتغلنا عليه مظبوط مظبوط في calculus 2. بقدر اكتبها summation an x minus a to the power n، تنكتب كpower series حوالين x equals a. اي function بتحقق هذا الشرط بسميها analytic. برضو في عندي تعريف ثاني definition إذا كان عندي
y double prime plus bx y prime plus qx y equals 0 with px and qx are analytic at x equal a, then we say x equal a is an ordinary point و راح يكون عندي in this case لو كانت ال A ordinary بالنسبة لل B وال عفوا analytic عند ال P وال Q فبنسميها ordinary point. وفي هاي الحالة ال Y اللي أنا بدور عليها ال Y راح تساوي summation from n equal 0 to infinity a n x minus a to the power n. Otherwise, إيش يعني otherwise؟ إذا كانت ال P أو ال Q not analytic عند ال A، في هاي الحالة x equal a is called singular point. والسنجلر بوينتس على فكرة في لهم تصنيف، في نوع بنسميه ريجولر، في نوع بنسميه إرريجولر، هذا راح أخليه للمرة الجاي. أنا اليوم راح أحل لكم معادلات بحيث تكون x equal a is ordinary point، وراح يكون هذا هو صورة الحل ونشوف كيف بإمكاننا نجيبه. Example solve y double prime minus x y prime plus y equals 0. لاحظوا أنا عندي px equal minus x و qx equals 1 وهذول analytic at x equals 0 أو at a equals 0. إذن a equals 0 is ordinary point. وفي هاي الحالة راح يكون شكل الحل تبعي y راح يساوي summation from n equal 0 to infinity a n x minus 0 اللي هي x للقوة n. السؤال can we find the a n's؟ الفكرة أنا في عندي مشتقة أولى، عندي مشتقة ثانية، المشتقة الأولى مضروبة بx، تعالوا نجيب كل هاي الأشياء. تعال نحسب y prime، هاي بتساوي summation n equal 0 to infinity n a n x to n minus 1 y double prime تساوي summation n equal 0 to infinity n n minus 1 a n x to the n minus 2. نعوض y double prime summation from n equal 0 to infinity n n minus 1 a n x to the n minus 2 minus x y prime. هاي y prime راح تنضرب في x، اذا راح يصير minus summation n equal 0 to infinity n a n و x للقوة n، لانه انا ضربت y prime في x، فاذا هذه القوة راح يزيد لها 1 زائد y summation n equal 0 to infinity a n x to the power n equal 0. إذا أنا هاي ال y لأنه ال 0 ordinary point فهي شكل ال y، هاي المشتقة، هاي المشتقة الثانية، وعوضت المعادلة. الآن أنا بدي أجمع هذول في one summation وأطلع ال x للقوة n عامل مشترك. بس مشكلتي هنا إنه أنا في عندي هنا x قوة n، عندي هنا x قوة n، بينما عندي هنا x قوة n ناقص 2. فبدي أسوي نوع من الشيفتنج. الشيفتنج اللي بدي أسويه، بدي تنتبهوا لي بس شوي إيش الحركات اللي راح أسويها. أنا بدي مكان ال n minus 2 هذه تصير القوة زي هاي، فخليني أخذ m
بتساوي n-2، بحيث انه مكان هذه اشيلها ال n-2 اشيلها واحط مكانها m. لاحظوا لي انه m plus 1 بتساوي n-1 و m plus 2 بتساوي n. ليش انا سويت هيك؟ لانه عندي n-2 عندي n-1 عندي n، هي كل واحدة استعرضت عنها. ولاحظوا لما ال n 0 هذا بيؤدي انه m بتساوي minus 2. اذا تعال نسوي الشفتين الان. هاي الاولى summation، مكان ال n بتساوي 0 راح احط m بتساوي سالب 2 لما لا نهايه. مكان ال n راح احط m plus 2، مكان ال n minus 1 راح احط m plus 1. a مكان ال n، ال n اتفقنا بدنا نحط مكانها m plus 2، و x مكان ال n minus 2 راح احط m. اذا هذا هو الشيفتنج اللي سويته. باقيات لا خلوهم زي ما هم، ما بدي اسوي عليهم اي تغيير، اللهم بدي اغير بس الاسم، بدل ال n بدي احط m. لاحظوا انا الشيفتنج بس سويته للترم الاول، هدول الاثنين كونوا مرفوعات للقوة n زي ما انا بدي، فما راح اسوي عليهم اي تعديل. اذا هاي راح تصير minus summation n m equal 0 to infinity m a m x to the m plus summation m equal 0 to infinity a m x to the m equal 0. اذا هذول بس مجرد غيرت الاسم، بينما هان سويت shifting. الان انا وحدت القوى، طلعوا x to the m x to the m x to the m، بس مشكلة عندي summation مش بادي من نفس المكان، هذا بادي من 0، هذا بادي من 0، هذا بادي من minus 2. minus 2 يعني في عندي حدين زيادة، في عندي الحد minus 2 وعندي الحد minus 1، بعدين ببدأ من 0. فلو جينا عوضنا ال m minus 2، لاحظوا الترم هذا رح يموته، فرح يصير عندي 0 وبالتالي كله 0. لما أحط ال m minus 1 هذا رح يموته، بالتالي الترم كلياته 0. لما احط 0 ببدا زي هذولاك الباقيات. اذا هي summation m equal 0 to infinity m plus 2 m plus 1 a m plus 2 x to the m minus summation m equal 0 to infinity m a m x to the m plus summation a m x to the m equal 0. طبعا من m تساوي 0 لما النهاية. اذا انا سحبت الحدين، الحد ال m بتساوي سالب 2، ال m بتساوي سالب 1، لكن الترمز اللي كانوا هناك موتوهم، فاذا هين صرت بادي من 0. طبعا احيانا ما بموتوا، بكون في اشياء موجودة فبدي اراعيها. الان صار انا بامكاني هذه ال m m شو حكينا m زائد 2، انا خربشت فيها بس اكتبها مظبوط، هاي m زائد 2. اوكي اذا الان انا بامكاني اكتب 1 sum، ما هو كلياته بادي من نفس المكان. عندي m plus 2 في m plus 1 مضروبه في m plus 2، وفي عندي زائد 1 ناقص m a m، وكل هذا مضروبا في x to the m والجواب 0. إذا أنا طلعت ال x to the m عامل مشترك، هذول الاثنين الحدين فيهم a m، فعندي a m هون عندي minus m a m، فهي صارت هيك، وهذه عندي m plus 2. الآن هذا المجموع بيساوي 0، معناته كل حد فيه على حدة بيساوي 0. So I have m plus 2 times m plus 1 a m plus 2 plus 1 minus m a m equals 0, which I can rewrite as a m plus 2 equals m plus 1 a m divided by m plus 2 times m plus 1 والm تبدأ 0 1 2 إلى ما لا نهاية. تعالوا خلينا هيك نحاول نشوف هل بإمكاني
أعرف شكل الواي تبعتي ولا لا. لاحظوا أنا بدي أبدأ من M بتساوي 0، فبصير عندي A2 بتساوي، حطوا مكان الـ M 0، بصير عندي minus A0 divided by 2 times 1. حطوا الآن الـ M 1، بصير عندي A3 بتساوي 0، لأنه هون M ناقص 1، 1 ناقص 1 هي 0، فإذا الـ A3 0. تعال نحط الـ N2 بيعطيني A4. A4 أنا حاط الـ M2، إذا 2 minus 1 1 في A2 divided by هي 4 times 3، 4 times 3، بس أنا الـ A2 بعرفها هي بتساوي minus A0 على 2 plus 1، 2 times 1، إذا صارت minus A0 divided by 4 في 3 في 2 في 1 اللي هي 4 factorial. A5 راح تساوي، هلا ايش A5؟ انا حاط ال M5، عفوا انا حاط ال M، انا حطيتها 0 1 2 3، حاط ال M3، 3 ناقص 1 2 على 3 زائد 2 5، 3 زائد 1 4، ومضروبة في مين؟ في A3، بس A3 أنا بعرف إنه 0، إذا هذا 0. طيب تعال نشوف الـ A6. الـ A6 أنا حاط الـ M هلا كم؟ حاططها 4، 4 راح تكون 4 ناقص 1 3 على 4 زائد 2 6، 4 زائد 1 5. A هي هذه الام، انا حكيت ايش؟ 4، اذا A4، لكن A4 انا بعرفها اللي هي minus A0 على 4 factorial، اذا هاي راح تساوي minus 3 A0 over 6 في 5 في 4 factorial اللي هي 6 factorial. طبعا واضح A7 راح ينكتب دلالة الـ A5 اللي هي 0. طيب تعالوا نشوف الـ A8. A8 يعني حاط الـ M6، 6 ناقص 1 5، 6 احنا حكينا، 6 زائد 2 8، 6 زائد 2 7 في A6. الـ A6 أنا بعرفها من فوق، إذا هذا راح يكون minus 5 times 3 over 8 ب 7 ب 6 factorial، معناته 8 factorial A0، و A9 طبعا بتساوي 0، وبضلني ماشي بهذا الشكل. Now y اللي هي بتساوي summation m equal 0 ل infinity am x to the m. لاحظوا ال a3 a5 a7 a9 كله مات، وال a2 a4 a6 a8 كل الحدود الزوجية مكتوبة بدلالة ال a0، وبضل عندي ال a1 هذا وحيد. إذا لاحظوا هذا أنا إيش ممكن أكتبه؟ هذا بيساوي A0 في، طبعا لما أعوض الـ M0 A0 في X0 اللي هي 1، وبعدين الـ A2، الـ A2 اللي هي minus 1 على 2 factorial X تربيع، الـ A4 راح يكون minus 1 over 4 factorial x to the 4، الـ A6 minus 3 over 6 factorial x to the 6، اللي بعدها minus 5 times 3 over 8 factorial x to the 8، وهيها ماشي بهذا الشكل. هذول هم الحدود الزوجية، الحدود الفردية بس عندي A1، طبعا هذا اللي هو بكون مضروب في X. A3 A5 كل هذولاك ماتوا كلهم أصفر. إذا أنا الآن الحل تبعي عبارة عن two solutions، constant مضروب في هذه الفانكشن اللي للأسف أنا مش كتير واضح شو هي، والconstant الثاني مضروب في X. لاحظوا لي هذه الأولانية بدي أسميها Y1 والثاني بدي أسميها Y2. لاحظوا Y2 عندي
بتساوي x. لاحظوا لو جيت على المعادلة تبعتي، وينها معادلتي؟ هاي معادلتي y double prime minus x y prime plus y equal 0. لما أحط ال y بتساوي x، مشتقتها 1 مشتقتها الثانية 0، فهي 0، هي المشتقة 1 في سالب x تعطينا سالب x، والواي اللي هي x بتعطينا 0. فإذا x فعلا هو حل من حلول هذه المعادلة. الحل الثاني للأسف الشديد أنا مش عارفه، هو power series لكنه مكتوب بهذا الشكل. الآن وارد جدا أثناء الحل أنه يطلع عندنا compact formula زي هاي مثلا، وبالتالي نعرفه أنها طلعت x sin exponential whatever، وأحيانا ممكن يكون شيء إحنا مش عارفينه أو بده تركيز أكبر حتى نعرفه، لكن أنه هذا هو الحل اللي حصلنا عليه. إحنا بهذا الشكل بنكون حلينا معادلة ما كنا نعرف نحلها بطرقنا السابقة، هي مش constant coefficient، هي مش كوشي أويلر، لكن استطعت أحلها حوالين الordinary point اللي هي a equal 0، وطلع معي الحل بهذا الشكل. راح يكون مرفق مع هذا الفيديو حل سؤال ثاني حتى برضو نشوف يعني كيف انه راح ينحل. والمرة الجاي راح اتكلم مش عن الordinary point، عن السنجولار بوينتس، وراح نشوف مزيد من التدريب على هذه الافكار ان شاء الله. نستودعكم الله، نسأل الله ان تكونوا بخير وعافية، خليكم في البيوت حتى تنقضي هذه الازمة ان شاء الله، وبنشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.